حديث عن التعديل الوزاري، كل المؤشرات تؤكد أن التعديل الوزاري سيتم خلال الأيام القليلة القادمة. إحدى الوزيرات المهمات جدا لملمت أوراقها في نهاية هذا الأسبوع وصافحت الموظفين وغادرت وقالت أنها ستذهب إلى وزارة أخرى. على كل حال أيام قليلة إن شاء الله ونسمع أخبار التعديل الوزاري الذي يفترض أن يأتي إلى مجلس النواب قبل الإعلان مباشرة.